احنا خلينا نكون واضحين انه كل الاستهدافات السابقه اللي كانت تتعرض لها القوات الاجنبيه في العراق هي كانت تتم ايضا من فصائل، بعضها حتى يعني تحت مظله الحشد الشعبي، ولكن هي لا تريد ان تقول هذا الامر بشكل صريح. في اعتقادي انه اللي حصل الان، لان احنا هذا نكون واضحين يعني في هذا الموضوع، وهذا مو قضيه انه كشف معلومات، هي معلومات واضحه للجميع. القضيه اليوم اعتقد انه اللي صارت انه الاستهداف الاخير للقاعده انه اجى في ظرف اقليمي حساس للغايه. اليوم احنا نلاحظ انه المنطقه كلها على كف عفريت، انه هناك احتمال انه اندلاع حرب شامله، هذه الحرب الشامله لربما انه يكون هنالك دخول قوي للولايات المتحده والغرب وتل ابيب ضد محور المقاومه. لذلك انه الحكومه العراقيه يعني ادركت هذا الموضوع، بل حتى الفصائل اللي قامت بهذه العمليه لربما ما كانت تتوقع انه راح يسقط ضحايا في داخل القاعده، وانه الامر يتم بطريقه طبيعيه بدون ضحايا. لكن بعد ما انه سقط ضحايا ويعرفون انه طبيعه انه الاستراتيجيه الامريكيه انه كل يعني ضحايا يقعون من القوات الامريكيه معناه ان هنالك رد ورد شديد، ولذلك انه الحكومه العراقيه لربما بضغط على الفصائل، بضغط على القوى اللي قامت بهذه العمليه، ارادت انه تستبق الرد الامريكي، وبالنتيجه انه تقول انه الحكومه العراقيه قامت بدورها وقبضت على الاشخاص اللي هم تورطوا بهذا العمل حتى اذا حصل رد امريكي. لكن